اليوم معي أم رياض وأم هاني من نساء بني حميدة اللي مشهورة هاي المنطقة بنسج الصوف. بصوت بني حميدة سمعتها وصيتها وصل لأقاصي الدنيا. يسعد هالمساء يا أم رياض. أهلا وسهلا أستاذ مساك. عادة أنتوا لما تكونوا تنسجوا صوف لازم تغنوا؟ لازم نسلمي حتى ما نشعر بتعب وحتى نضيع الوقت. ليش بأخذ وقت طويل؟ ياخذ وقت طويل، 4 أيام ودوناتين ونهار من يوم ان نمده، هنطول احنا نشتغل بيه وهذا يعني نشتغل ونقول الغينا بسليكو سلينا ضيع معانا وقت وسلي. وبطلع البساط اجمل؟ يطلع مرتب واجمل ونظبطه شيخ. طيب اليوم شو بدكم تحكوا لنا من بني حميده؟ قول بني حميده يا تليل الرزي من صيتيهم وبشتري بالعزي، بني حميده ربنا يقاه الجوخ الأخضر فرشهم مقطاه، بني حميدة يا حمولة خيلي. طيب أنا فاهمة على اللهجة، فاهمة لهجتكم وقريبة هاي مني وفاهمة إيش أنتي بتقصدي بالأبيات اللي حكيتيها وراح تغنوها كمان شوي أنتي ومجموعة النساء اللي راح يكونوا معك، بس حابة أنا تشرحي للمشاهدين شو معناها بني حميدة يا تليل الرزي. بني حميدة أنها مثل الرز، يعني أولا كثرة صلاة النبي كثارة الحمد لله، وثانيا مشهورين بطيبة الخير. يا أم رياض لما تقولوا بني حميدة يا حمولة الخيلي هزي إيش؟ هزوا قناكم وطعنوا بالحيلي. وهاي شو معناها؟ هذا معناها يطاردوا، يوم يطاردوا مثلا تقول قبيلة مع قبيلة ويطاردوا، وهاللي يسبق ياخذه مصنع، هاللي ياخذه مصنع هذا يقوم زغرتوا به. شو المصنع؟ مصنع ريش النعام مثل ما تقولي على يعني زي الراية اللي بتسابقوا عشان زي الراية هيك يعني هاللي يسبقوا ياخذوا هذا يعني صلاة النبي يقولوا هذا شاب محترم